بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام يجهلون الكثير من أحكام الدين ومن فرائضه ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، فمنهم من يصلي الفجر 3 ركعات أو 4 يجمعون السنة والفريضة بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلا منهم. فما الحكم فيما مضى من صلواتهم وفي من مات منهم وهو على تلك الحالة؟ إذا كان فعلهم هذا تساهل منهم بأن لم يسألوا ولم يبحثوا وعندهم من يرشدهم ويفيدهم ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح لأنهم غير معذورين في هذه الحالة. نعم، لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها قبل أن يشرع فيها ليؤديها على الوجه المشروع مهما أمكنه ذلك. فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم أو عندهم مثلا من الكتب والنشرات أو يمكن حصولهم على ذلك بطلبه ولم يفعلوا هذا ولم يتسببوا، هؤلاء لا يعذرون بالجهل لأنهم لا عذر لهم وصلاتهم غير صحيحة. نعم. وأما إذا كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة، يعرفون أنها واجبة وأنها من مطلوبة منهم لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها وليس عندهم من يبين لهم ولا يقدرون على الاتصال بأهل العلم، فإنهم يصلون على حسب حالهم، صلاتهم صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان بينهم أهل علم وفقه ويستطيعون تعليمهم وإرشادهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك، هل يلحقهم شيء من الإثم؟ يجب عليهم هم أن يسألوهم ويتصلوا بهم. إذا كان طلبة العلم والفقهاء لم يقوموا بواجبهم فإنه يجب على العوام أن يطلبوا منهم ويسألوهم عما أشكل عليهم، وأن لا يبقوا على جهلهم مع وجود من يرشدهم. نعم. لكن هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكلف الجهال بأن يسألوا أهل العلم إذا كانوا لا يعلمون بعض شيئا من الأحكام الواجبة عليهم، وجب عليهم يسألوا أهل العلم وأهل العلم يجب عليهم البلاغ والبلاغ. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.